مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الخميس 3 شباط عام 2022. هلا قبل ما بلش باستعراض اهم المستجدات بدي اذكر اذا عم تشوفوا التسجيلات طويله تبع احداث اليوم هي مقسمه لمواضيع والمواضيع محطوطه بصندوق الوصف، فيكم تنتقلوا للموضوع اللي بدكم اياه بدون ما تسمعوا باقي المواضيع، مع اني بامل انه تكون كل المواضيع يعني مفيده وهامه بالنسبه لكم. ارتدت الحكومة أو النظام على الناس اليوم بعد الاستياء الواسع اللي شكله قرار رفع الدعم. هذا الارتداد كان من خلال توجيه وسائل الإعلام المحلية بعدم انتقاد سياسة رفع الدعم، بالعكس تعزيزها. ممكن يعني الناس تكتب بالتعليقات لهلا ما في مشكلة، ولكن ما يكون في مقالات أو برامج أو فقرات مصورة عن انتقاد سياسة الدعم، بالعكس الترويج إلى، وأيضا تمنين الناس أو تذكير الناس أمسمية المنية بأنه هن ما زالوا يحصلون على كثير من الخدمات، أهم الأمن من خلال الجيش، كان في مقاطع ترويجية للجيش، وأيضا باقي الخدمات التي يحصل عليها المواطنين إلى اليوم برأي النظام يعني بشكل شبه مجاني. طبعا هذا اصرار على سياسه الاقطاعيه يلي نحن عايشين فيها، وهي تقوم على مبدا ان الحاكم يمتلك كل شيء، وانه هو كان كريم في اعطاء الناس كل شيء، يعني كل ما يحصل عليه السوريين هو من كرم هذا الاقطاعي المالك، ويعني عندما تسوء الظروف عندما الظروف تصبح سيئه ولم يعد بامكان هذا الاقطاعي ان يوفر ما كان يوفره في الماضي، فانه في الوقت الحاضر اليوم لسه في كثير من المكارم اللي عم يوزعها على الناس، يعني التعليم والصحة حكينا بهذا الموضوع امبارح، ويعني بدون مناسبة دائما هناك على وسائل الإعلام الرسمية تذكير بما تصرف الحكومة على الناس مرة تانية، وكأنه هذه الأموال أموال الحكومة مثل ما قلنا على المبدأ الإقطاعي. فلاحظنا اليوم مو بس غياب مقاطع الفيديو والتسجيلات والمقالات بانتقاد ما جرى من رفع الدعم والموضوع اللي سبب هالاستياء الواسع بين الناس، حتى ارتدوا بتقارير يعني ظهر فيها المواطنين يؤكدون على أهمية هذه الخطوة. طيب اليوم إذا عادت الدولة ترتيب مسؤولية الدعم وتوزيع طبعا مين بياخد مين مستحق مين غير مستحق، هل برأيك هذا الشيء رح يكون أفضل؟ رح يرجع عليكم بشكل أفضل؟ يعني اليوم في كتير أشخاص بتشوفيهم ما بيستحقوا هذا الدعم وعم ياخدوا؟ إيه أكيد صح، لأنه في ناس بعادهم بتاخد وفي ناس مو بعادهم عم تاخد، يعني إذا بيردوا بعيدوا يا ريت، يعني بيسهلوا على العالم لأي شيء، الخبز المواصل كله صار صعب. طب مين برأيك اليوم لا يستحق الدعم؟ هلا تقريبا اللي قاعد بدون أجار، إيه يعني مثلا بيته أجار في عندك مصروف تاني، يعني اللي عندهم بيوت ملك إجباري يعني لازم ما يحق لهم ياخدوا، مستأجر دوب يكمل الأكل ولا يدفع الأجار ولا يجيب دواء ولا حكمة ولا من لباس، يعني أكثر شيء إنه اللي عنده بيت لا، اللي عندهم الصناعيين اللي عندهم محلات كبيرة اللي عندهم معامل، يعني هذول مو بحاجة برأيي. هلا هذا مين ما لازم يأخذ فيه، كمان في شريحة كتير كبيرة بس كمان بتقلك لا أنا بدي دعم، يعني مثل مثلا عم نسمع عن اللي عندهم شركات اللي عندهم بنوك أصحاب يعني قدي برأيك لازم يتم فعلا تنظيم عملية الدعم؟ طبعا هذا الموضوع لازم يصير تنظيم، لأنه في ناس ما بتهتم لهذا الموضوع، ما لا يعني متبيعون أو تعطيهم لحدا من طرفهم بيض وش، يعني هذا الحكي هذا، لا في شريحة ما لازم يستحق الدعم ومين ما بيستحق الدعم. العالم المحتاج، الفأرة اللي ما عنده سيارات ما عنده بيوت، اللي هدول ايه يعني التجار الكبار ايه ما بيستحقوا الدعم، اما كالعالم الدرويش ايه بيستحق الدعم، عرفت شلون؟ ايه عشان الدولة يعني تنكت مازوت جينا بالسنة كتر خير الدولة يعني عم تعطينا 50 لتر مازوت، معنى شيء ممتاز والحمد لله، بس انتو الدعم تعصموه على العالم هاي العالم التجار القوية الماكنة اللي الله رازقها لا حسد، الله يرزقه ان شاء الله من اوسع ابوابه، اذا اشتغلوا هن مش شغلوا الفقير. الفقير هو الوحيد شو بحاجي، الفقير هو الوحيد شو بحاجي لهالمادة هذه، ان كان سكر ان كان رز ان كان مازوت نفطية، ما في شيء نهائيا الفقير عم ينوبه. هلا السيارات عم تاخد عم يبيعوه، والمواطنين الثاني عم ياخدوه عم يبيعوه للفقير اللي بدون ب 60 ألف 70 ألف،
ليش؟ من أين لك هذا؟ هو عنده أنا ما عندي، والخبز عم روح اليوم البطاقة عم يبيع البطاقة فيه، بدون بطاقة ما في، عم يبيع لغيري شي بألف ألفين. يعني مثل ما لاحظتوا أني عم بأيدوا موضوع رفع الدعم، طبعا المقدم أو المراسل وعم يلقنوا جواب للشخص، وبتعرفوا قضية المونتاج فبياخدوا الأجوبة يلي يعني بتناسبهم وبيعرضوها بهالطريقة اللي شفتوها. وايضا في اذا لاحظتوا رسائل مبطنه بانه هذا الموضوع لازم مو بس هدول، لازم كمان بشكل اضافي، يعني يكون في ناس اللي الناس اللي عندهم مثلا ما هم مستاجرين اللي عندهم عقار ملك، هذا ليش لا يعطوا دعم؟ هذا ما بيدفع اجار شهري. يعني لاحظتوا هي الرساله. وطبعا امبارح وزير الاقتصاد ايضا قال انه السيارات مثلا هلا 2008 بده يعمموها لبعد، اذا كان سعه المحرك 1500 ممكن يعملوها اقل وهكذا. فإذا هناك اتجاه، يعني هن ماضين بهذا الاتجاه، والمنطق غريب أنه أي إنسان صاحب ملك إن كان عقار أو سيارة إلى آخره أنه هذا ما بيستحق الدعم، لأن هذا العقار أو سيارة يعني هي ثروة اليوم طبعا بالليرة السورية، فيبيعه ويصرف على حاله، يعني ليش هو بده دعم؟ فيلي مثلا ورتان بيت عن أهله وعايش فيه كل عمره، أو الشخص اللي عنده سيارة أخذها بالعام 2005 و2006 و2008 وقصت تقسيط لحتى يعني حسن يستحوذ عليها بعد يمكن ما يكون حط فيها شقة عمره. وهلا في على فكرة كثير من الناس اللي عندهم سيارات صافينة ما بيستخدموها، لما قدرتهم حتى بالبنزين المدعوم يحسنوا يمشوها، يعني تجيهم رسالة تبع البنزين المدعوم ما بيروحوا بيعبوا لأن في شغلات أولى بحياتهم. فالمفروض عليهم هدول يبيعوا سياراتهم وأملاكهم لحتى الحكومة تنبسط و يعني تعمل بعض الوفورات. هلا اكثر من هيك كمان بدون مناسبه لاحظنا بلش ينزل بالاعلام مقاطع للجيش وتدريبات الجيش وسلاح الجيش، يعني مثل هذا المقطع الترويجي، يعني بدون مناسبه في مقطع ترويجي للجيش السوري. طبعا في رساله مبطنه، اول شيء انه الجيش هذا موجود يعني، وهو يعني انتبهوا، يعني اذا بدنا نحسن النيه ما يكون هي رساله تحذيريه انه اخي هذا الجيش اللي دافع عنكم لساتكم احياء بسبب الجيش، مثل ما صار مع عباس النوري، انه انتم لساتكم احياء وعايشين بامان بسبب هذا الجيش، وهذا الجيش بحاجه لمصاري، فنحن ما عندنا غير جيوبكم لحتى نمد ايدنا عليها ونمول هالجيش لحتى تضلوا محميين، والا انتم يعني ما قدامكم غير يعني التنظيمات المتطرفه والسيناريو المعروف، البعبع المعروف يلي خوفوا فيه السوريين كل هالعشر سنين. طيب هلا كيف الناس بدها يعني تتصرف؟ طبعا كان في دعوات، يعني في حكي عن مظاهرات، بستبعد تماما يصير في مناطق النظام. طبعا بدنا نذكر نحن سوريا اليوم مقسمه مناطق خارج سيطره النظام، مناطق تحت سيطره النظام، في مناطق سيطره النظام عليها ضعيفه مثل السويدة على سبيل المثال. فمناطق تحت سيطره النظام تماما لا يعني من المستبعد تماما انه يصير في مظاهرات، وان يعني خرجت هذه المظاهرات راح تكون مظاهرات مؤيدة للرئيس المخلص من الحكومة الفاشلة الفاسدة، وإذا كان في مظاهرات جدية راح يتم قمعها بكل القسوة اللي تم قمع فيها المظاهرات اللي شفناها ببدايات الأحداث بالعام 2011. ولكن مثلا في السويدة لأن سيطرة النظام ضعيفة عليها منشوف ردة الفعل اختلفت تماما. فكان في عملية جمهرة أمام بعض الأفران وحديث يعني أحاديث عامة حول الموضوع، أحاديث سياسية أمام الأفران مثل ما عم نتابع بوسائل يعني الإعلام المحلية ومن خلال بعض المصادر الخاصة في المحافظة. وأيضا كان اليوم التصرف اللافت أنه كان في كثير من عمليات قطع الطرقات نفسها يلي منشوفها بلبنان بإشعار الدواليب أو يوقفوا السيارات بعرض الطريق، حتى طريق دمشق السويدة بحسب ما شفنا تم قطعه احتجاجا على قرارات رفع الدعم. هلا اكثر من هيك بالسويدة صار في دعوه لتحرك عام، يعني تحركات عامه تحت اهداف مطلبيه محدده مكتوبه تم تداولها يعني بشبكات التواصل الاجتماعي وخاصه يعني نطاق واسع مثل ما عرفنا بالواتساب بالسويدة. ما بعرف اذا بدها تتحول لواقع، ولكن من المفيد ان نستعرض اهم هذه المطالب يلي هن عم بيقولوا باعتبار الحكومه اخذت هذه القرارات وصار في هذا الاستياء. خلينا نستخدم
هالاستياء الحاصل لحتى نضغط على الحكومة وما يكون مطالبنا يعني هي بما تريد الحكومة، لأن الحكومة واضح أنه هي عم تستخدم أسلوب خبيث يلي هو أنه بتتقدم خمس خطوات بترجع خطوة، بتتقدم خمس خطوات بترجع خطوة. ولكن أنتوا إذا بتكون تشوفوا بعملية رفع الدعم شو صار، بتقارنوا قبل سنة لليوم شو صار، بتشوفوا أنه هي قطعت يعني معظم الطريق باتجاه رفع الدعم، وما هي عم تلعب بالفصل الأخير. يعني هذا اللي عم يصير والناس واعية لهذا الموضوع، لذلك كان لهم طلبات أهل السويدة اللي هي بتمثل طلبات كل السوريين الحقيقة. ما بعرف إذا الحراك هالمرة أو الضغط على الحكومة بيبدأ من السويدة، نتائج يعني الحقيقة ما فيني أتكهن فيها، ولكن عم نحكي وقائع. الشيء اللي صار بالسويدة اليوم هو هالاحتجاجات وقطع الطرقات وتداول هذه الطلبات على نطاق واسع. خلينا نستعرضها مع بعضنا. عودة الدعم لكافة فئات المجتمع دون تمييز، دفع رفع الرواتب بمقدار لا يقل عن 200%، إيجاد خطط واضحة وشفافة لتأمين المشتقات النفطية، لأن هالسنة ما حصلوا يعني من كل الحكي والجعجعة، يعني هذا اللي عم نحكي فيه إنه كون تشوفوا تقارنوا، يعني هالسنة مو كل السوريين حتى حصلوا على 50 لتر مازوت مدعومة فقط. لحتى بالمدعوم غير مدعوم في نقص، يعني مبارح فهمت من كثير من الشكاوي انه حتى اللي استبعدوا من الدعم ولكن ما استبعدوا من البطاقة الذكية، يعني هو بده يضل يستنى الرسالة لياخد البنزين لياخد المازوت لياخد الخبز، ولكن بيروح بيدفع السعر الحر، وإذا ما اجته الرسالة ما بيحصل. يعني مو لأنه مو مثل كل دول العالم انت عم تشتري بالسعر الحر بتروح تشتري امتى ما بدك، لا بدك تستنى ايضا. وفي نقص والأسعار المعلن عنا على سبيل المثال، وهذا يعني مؤكد، أنه مثلا جرة الغاز بالسعر الحر 30,000 ليرة سورية ما أنا موجودة، الناس يعني وصل سعرها لأكثر من 100,000 ليرة لحتى الناس تحصل عليها اليوم، هذا كلام مؤكد. بتابعوا بالطلبات تأمين ضمان معيشي وصحي لكبار السن، هذا الطلب مهم، ويعني أنا حكيت فيه أكثر من مرة، يتم عبر وضع خطة طوارئ اقتصادية تعيد لميزانية الدولة الأموال التي حصلت عليها شركات الخليوي بطريقة غير شرعية وتمديد عقود بطريقة غير قانونية منذ العام 2014، وضع اليد على أموال تجار الحرب والأزمة مثل أمثال القاطرجي فوز شاليش وغيرهم، ودعم ميزانية الدولة والخطة الاقتصادية بهذه الأموال. فإذا طبعا أنا اللي كنت منوه له يعني هي خطة الطوارئ الاقتصادية كثير ضرورية لحتى يحدوا من نفقات الحكومة، يعني نحن مو معقول مرة تانية اليوم هن عم بيقولوا ترشيد نفقات وعم يمدوا ايدهم لجيوب الناس، ومثل ما حكينا اكثر من مره صاروا يعطوا الموظف راتب شهري بيمثل اجره عمل يوم واحد وبيسرقوا 29. بتشوف النشاطات الحكوميه لسه ماشيه، يعني بتشوف انه الاجتماعات والمؤتمرات والسياحه والترفيه، يعني امبارح شفنا اسماء الاسد كمان عم تحضر نشاط يعني ترفيهي يعني وبكامل الابهه والبهرجه والاناره واللبس الجميل والناس الجميلين، ففي تناقض بالصوره. ففكره الطوارئ الاقتصاديه كثير ضروريه لحتى يعني يوجهوا كل الموارد باتجاه، اذا كانوا صادقين باتجاه يعني دعم الناس، دعم رغيف الخبز للناس. يعني اي افضل نعمل مؤتمر ونغني ونتبروز ونعمل مؤتمرات سياحية وشغلات يعني الحقيقة نوع من الكوميديا السوداء، ولا نوجه كل هالمصاريف لحتى نأمن للناس خبز؟ يعني هي الطوارئ الاقتصادية. ولكن إعادة الأموال المنهوبة من شركات الاتصالات وشاليش وكذا، طبعا هذا خط أحمر، يعني هذا ما ضل طلب اقتصادي. طبعا هي كل الطلبات هي عبارة عن طلبات اقتصادية في إطار يعني حركة تصحيح اقتصادية مثل ما مسمينها، ولكن آخر طلبين وقت نقول خليوي وقت نقول شاليش وقت نقول قاطرجي والفوز، نحن صرنا عم نحكي على الأذرع الاقتصادية لبشار الأسد لأسماء الأسد، معناتها هنا تحولت للسياسة. رجعنا لحيث بدأنا، هو موضوع الإصلاح السياسي والتغيير السياسي في سوريا، فبالتالي ما رح يتم يعني تنفيذ هذه الطلبات، ولكن عم يطالبوا في العالم. طبعا هن بينوهوا بالنهاية انه هن واعيين لهذا الموضوع، وهون بنعرف انه فعلا الناس صارت عرفان اللعبة، انه كل هذا عم يصير. طبعا هذا الموضوع انذكر مبارح على لسان وزير الاقتصاد انه ما فيهم يعني يغطوا العجز في ميزانية الدولة من خلال الاستدانة وخلال يعني انه ياخذوا قروض خارجية او شيء، لان بيأثر على سعر العملة، فما فيهم غير مرة تانية يمدوا ايدهم على جيوب العالم ويغطوا ليثبتوا سعر الصرف. فيعني مو شان تثبت انت سعر الصرف بتزد كل الناس بالجوع لحتى انت تبدو منتصر وانه انت قادر على تثبيت سعر الصرف، يعني ايضا في اشاره لهذا الموضوع بمطالب اهل السويدة.
والحقيقة في أمر آخر خطير لازم ننوه له، أنه المستبعدين من الدعم مو بس خسروا يعني الوفر اللي كانوا عم يوفروه على ميزانيتهم الخاصة، يعني ميزانية الأسرة بالمواد، اليوم أي شيء في المستقبل بده يتم رفع الدعم عنه من سلع أو خدمات، وبالتحديد الخدمات وباقي أهمها هو الكهرباء والمياه، رح يضطروا يشتروه بالسعر الحر. بتقولوا لي الكهرباء ليش رح يبيعوها بالسعر الحر؟ نعم، لأن نحن الكهرباء تولد من النفط كانت ومن الغاز، ونحن خسرنا هاي الموارد. هلأ هن عم بيقولوا هالقطع الكهرباء، حكينا بالتفصيل بهذا الموضوع، هو قطع الكهرباء أساسا مو لأن ما في فيول ما في غاز، فيهم يجيبوا وميت يعني مصدر بيعطيهم في حال دفعوا مصاري، ولكن صار في خسارة، هن عم يشتروه بالسوق الحر، عم يعطوكم خدمات بالسعر المدعوم. فهن كل ما قطعوا ساعة كهرباء كل ما وفروا على حالهم يعني سيولة أكبر. هلا وقت في قرارات مثلا مثل قرار مجلس الوزراء يلي اقر انه يشتري، او اقر التعرفه يلي بيشتري فيها، يعني اقر امكانيه انه يشتري طاقه متجدده من شركات خاصه عامله في سوريا. فاذا بتيجي شركات، لان ما ضل عندنا نفط لحتى ينقبوا عنه، بيجوا بيحطوا بينصبوا الواح الشمس او تبع عنفات الرياح، بيولدوا كهرباء، لان الدوله ما بدها تصرف على هالبنى التحتيه، بتجيب شركات تاخذ هذه الكهرباء بالسعر الحر، يعني الدولة بدها تشتري كهرباء بالسعر الحر، بدها تبيعه لمين؟ للمواطن. ما راح تبيعه للمواطن بالسعر المدعوم، يعني ما هي عم تشتري بالسعر الحر، وهي وقت كان كل شيء ملكها ما عطت كهرباء للناس، هلا بدها تشتري من شركات خاصة بدها تعطي. فهذا القرار، هالنوع من الأخبار اللي بتمر هيك مرور الكرام، يعني إلى دلالات خطيرة، يعني نحن قربنا على رفع سعر الكهرباء لشرائح واسعة من السوريين لحتى يشتروها بالسعر الحر. يعني ممكن بكرة توصل فواتير 200 و300 ألف و500 ألف على البيت الواحد بالسعر الحر، وهذا طبيعي يعني، ويوازي سعر الكهرباء في كل دول الجوار، ولكن لا يتناسب على الأطلاق مع دخل المواطن مرة تانية، اللي اليوم عم تجبره الحكومة السورية والنظام السوري، عم تجبر الناس يشتغلوا سخرة ببلاش لحتى تسدد العجز يلي عندها. الموضوع الأخير بدنا نحكي فيه اليوم هو موضوع يعني السخونة يلي عم نشهدها في العمليات العسكرية يلي عم بتصير في سوريا بعد ما انتهت أحداث الحسكة يلي حكينا فيها وتابعناها أول بأول، وكانت نتيجة تهجير عدد كبير من أهالي منطقة بيسكنها يعني العرب القبائل العربية في الحسكة، وإلى اليوم ما معروف شو مصيرهم وين بده يروحوا. مثل ما حكينا أنه هي بتكون عبارة عن خطوة أولى. نرجع ل مقال أو التصريحات أو لقاء اللي صار مع ممثل بيدرسون، ممثل الأمم المتحدة في سوريا، وقلنا يعني تفاجأت أنا وقتها، حكيت عنه من يومين، أنه عم يقصد خطوة أنه مو بين السوريين المعارضة والنظام، أنه بين أمريكا وروسيا وبين روسيا وتركيا وهكذا. وهذا الحكي صحيح، لأن الخطوة الأولى كانت بالحسكة بهالأحداث، الخطوة الثانية كانت أنه تركيا، فصار في خطوة لقوات سوريا الديمقراطية في الحسكة حصلت على مكاسب معينة، فصار هلا دور تركيا يسمح لها باتخاذ خطوة أخرى، فقامت بعملية عسكرية ما زالت قائمة اسمها نسر الشتاء، قصفت من خلال مواقع في العراق وتركيا لإتمام عملية إقامة المنطقة العازلة وقطع الإمداد عن حزب العمال الكردستاني في سوريا. فهي خطوة إضافية ما زالت قائمة، ما بنعرف وين بتوصل لحتى تتمم مشروعها. في المقابل الولايات المتحدة كمان مبارح بنشوف أخذت خطوة هي الأخرى، وقامت باستغلال أو استخدام الأجواء التركية لقصف أهداف بتهمها في شمال غرب سوريا، عائدة لقيادي في تنظيم الدولة ادعت بأنه قضت على أحد القياديين في تلك المنطقة. وطبعا دائما بهذه العمليات من كل الأطراف مع الأسف بيروح في ضحايا مدنيين. فهذا هو الخطوة عشان نفهمه، الخطوة ما طلع بخصنا بشيء، الخطوة هو بين هذه القوى، أعطيني لا أعطيك، يعني هاي هي العبارة، أنه ما في حدا بيعمل مشروعه. وبالنهاية مثل ما شفنا أيضا بتصريحات بيدرسون، أنه ما حدا بيستأثر لحتى يضمنوا، ما حدا بيستأثر بالوضع في النهاية. هاي بتشبه عملية إذا بتشوفوها بالأفلام، عملية تسليم، يعني واحد بيعطي للتاني مخدرات، التاني بيعطيه مصاري، فبيلتقوا بمنطقة محايدة، بيقتربوا من بعضهم خطوة، هذا بيزت له الشنطة، التاني بيزت له الشنطة، وبيكون في رهينة. فإذا لضمان ما ينفجر الوضع، وأنه كل واحد يأخذ يعني حصته من الصفقة أو
من هالتجرة يلي اليوم اسمها سوريا. هذا كل شيء بدي أحكي اليوم. إذا بدكم تشوفوا أخبار أكثر دائما على موقع سوريا نيوز أو بتتابعوا شبكات التواصل الاجتماعي تيليجرام سوريا نيوز. أيضا بلشنا نشتغل بشكل جدي، بتمنى تشوفوا تحسن على صفحتنا على الفيسبوك. أيضا عم بنشر هالتسجيلات يلي بيفضل الفيسبوك ممكن يشوف على صفحة سوريا نيوز بعد ما أيدوا لي الصفحة الخاصة بالقناة، ولهلا لسه فيها مشاكل، فعم بنشر أكثر على صفحة سوريا نيوز يعني تسجيلات القناة خاصة اليومية منا. بدي اتشكر كل المتابعين والمشتركين بالقناة، وشكر خاص للمنتسبين إلى عضوية القناة، وإلى اللقاء في تسجيل قريب.